اليوم بدي يوم واحد معي. وليش؟ مشان نصلح أخطائنا كلها. مو اتنيناتنا محتاجين هيك؟ أنت عم تمزح معي يعني؟ لا صدقيني أنا جدي. فرات أي نوع من الناس أنت؟ شايفني مو قدراني أعمل شي وبدك مساعدة لهيك عم تحاول إنك تستغل الوضع؟ بس ما رح أسمح لك تستغلني. ناز استني خلينا نهدى شوي. شبنم كيف بدك يعني اهدى؟ مانك شايفة شو عم يحاول يعمل؟ الشي الوحيد اللي عم حاول أعمله إنه أقضي يوم واحد معك. شكرا لألك، ما بدي، خليهم يكتبوا الشيكات، ما بيهمني، بفضل إنه فوت على السجن على إني أقضي يوم واحد معك. أنا شخص مزعج لهي الدرجة؟ ها؟ إيه؟ برأيي أنت هيك؟ خد مصاريك معك، رجع على المكان اللي أخذتها منه، ما رح نفذ شرطك، ما رح أقضي معك ساعة واحدة حتى. ناز وقفي، ناز تمام، خلينا نهدى شوي وناخذ نفس عميق، حلو كتير، تمام، عرضه غريب شوي، فهمانة عليكي بس ما لازم نستعجل. استنى هون واهتم بالمصاري، رح أقنعها ماشي؟ رح أمسكها من إيدها وجيبها. ناز؟ ناز؟ ناز وقفي يا بنت، لوين رايحة؟ خلينا نحكي شوي. لا تعبي حالك شبنم، انت ما رح تقدري تقنعيني، رح لاقي حل تاني. انت كيف رح تحلي القصة؟ خلينا ما نضحك على حالنا، الحل عم يستنى جوا هلأ، لا تضيعي. لا تواخذيني شبنم، ماني حابة ألعب ألعاب فرات التافهة بالمرة. قال بده مضي معه قديش واحد وقح. تمام، معك حق باللي قلتي، بس لا تقولي بس شبنم، أنا رح حلها، بحلها بطريقتي. بتمنى تكون طريقتك ما دخلها بتايلان. ناز، 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 رح تندمي إذا طلبتي مساعدته. أحمد بي؟ لأول مرة بشوفه عم يبتسم وبإيده ظرف. إيه؟ معقول؟ شو هاد؟ لازم عم أدفع للموردين مصاريهم. والله يا فرات أنت عم تعمل شي كتير منيح. ناز بتعرف بهالشي؟ حلو كتير، ما رح يعجبها هالشي مو هيك؟ والله ناز ما رح يعجبها اللي عملته لو شو ما كان. بس بصراحة هي معها حق. رفيقتك كانت رح تقتلني شبنم، سممتني من لقمة. لا تقلق، المرة الجاية بالسكين هيك رح تشكك فجأة، رفيقتي ما بتحب هالتصرفات، انت عم توزع المصاري اللي ما قبلتهم. أصلاً راحت لتتدين من تايلان. وليش خليتيها؟ اها نحن عم نحكي عن ناز، تقدر توقفها؟ اها شو صاير يا بنت؟ والله بعين من وشك انه صاير معك مشكلة، قولي. ابو كعكة، ايه فهمت، ما قبل يدينك. شو؟ عرض عليكي الحب مقابل المصاري؟ بلا حكي فاضي، رح نحل القصة لحالنا. حطيت السيارة بالمعرض، قالوا لي إنها بتنباع خلال كم يوم، ورح أطلب وقت زيادة من الموردين. ليش باينة مبسوطة؟ ليش عم تضحكي؟ لا تكوني طلبتي وقت زيادة. لا، ما صار هيك شيء. اللي صار، ليش أنا اللي لازم خبرك بالقصة من جديد؟ ليش يعني؟ إيه النصيب. لكن حلينا القصة. كيف؟ شلون؟ بحياتي ما أكلت أكل طيب لهي الدرجة، سلم إيدك يا شيف. فعلاً شايف شو هالأكل الطيب هاد؟ أنا ما بقدر أكل لحم بعجين بمكان تاني، بعترف إنه خربت حميتي بسببك. والله باين إنه كلنا رح تخرب حميتنا بسبب الشيف. صحة وعافية. أنت كيف بتسدد الديون بدون موافقتي؟ مثل ما سمعت، وكمان الأنسة ناس شكرتني من شوي. كأنه الجو صار كتير شوب هون. إيه نحن رح نكفي أكلنا. يلا قوموا. من إذن منكم لازم نمشي. صحتين وهنا.
شكراً. أنت من وين جبت كل هالمصاري؟ شو بتفرق معي؟ إذا قلت لك إني بعت الكرم اللي عندي وقصري حتى جمعتهم رح ترتاحي وقتها؟ أكيد وقعت حالك بشي مصيبة، مو سهل تأمن هيك مبلغ. برأيي لا تتعبي حالك بالتفكير بهالموضوع. لكان قلي الحقيقة. بكفي، ما دخلك كيف جبتهم، المهم إنه حليناها. عم تعامليني مثل الولد بدل ما تشكريني؟ اتشكرك؟ الحكي بهالموضوع هلا ماله فايدة، ما فينا ناخذ المصاري من الناس، خلص مشي الحال. برأيي تقبلي الوضع مثل ما هو. ما رح أتقبله، ورح أرجع لك مصاريك بأقرب وقت. عن جد؟ إيه رجعيها. ليكي جوعانة؟ في لحم باجين حضرته بإيدي وما حطيت جواته سم. أنا عم حاول أحكي معك بموضوع جدي هلا، وأنت مشغول باللحم باجين اللي عملته. وأنا عم حاول إني أهتم بأكلك وصحتك، بس أنت ما عم تفهمي علي بنوب. رح رجع لك مصاريك بأقرب وقت. ريتك حطيت له سم، كان عندك فرصة. بالمرة الجاية لكان، لأنه ما وقعنا على هدنة لسه. يا شقرة. يسلم إيديك على هالأكل الطيب، انبسطت لأنه مضيت يوم ميلادي هون. ونحن كمان، عيد ميلاد سعيد يا خانو. بهالمناسبة رح نقدم لك شوية حلو. شكراً لك. صحة وعافية. شكراً كتير. أوف، مو هلا وقتك عمتي. أنا رح أطلع، اهتمي بالمطعم. والله يا شبنم أنا متفاجئة لأنك مرتاحة لهالدرجة. على الأغلب ما حدا غيري بيهمه من وين جاب فراث هالمصاري اللي عطاهن للناس. والله يا بنت أنا قررت إنه صير آكل عنب بدون ما أسأل عن البستان، وفادني هالشي كتير. بنصحك تجربي اللي عملته. غير هيك بما إنه انحلت مشاكل الشغل حابة استريح وأهتم بحياتي الخاصة. وقفي وقفي وقفي، حياة خاصة؟ صار عندك حبيب؟ تعرفيني عليه؟ شو؟ لا لا، ما في شي من هالحكي. يعني ما بدي، هو بده وصار لازم وقف هالشي بأسرع وقت. رح تكسري قلب حدا لطيف يعني. ايه فعلاً هو لطيف، بس بصراحة رح يتوجع أكتر إذا ما صارحت. شبنام اللي بعرفها ما بتقدر تنتقل للقاء الثاني. تمام، رح أهتم بالمكان. ليكي بدي يكونوا الكل بخير لما أرجع، حتى فرات. ما بقدر أوعدك. ما عرفتك وأنت عم تمزحي يا بنت. بلا مسخرة، أنا رايحة. صحتين وهنا. أسمان، شو عم تعملي هون؟ شو رأيك؟ أسمان بعدي من طريقي. نقفل الباب ونبقى على انفراد شوي. أسمان الزباين ما بيجوا لهون، انت مكانك فوق، يلا طلعي. ليش؟ خايفة تبين لي مشاعرك؟ إذا ضليتي عم تضغطي علي هيك رح انجبر إني اتغير معي. تمام اتغير، لكن ماني حابة حالتك هيك، صير عاملني بحب. طالما عم تضغطي علي هيك ما رح تشوفي بعيوني غير الكره، فهماني شو عم اقول لك؟ أنا رضيانة، بكفي تحس بشي تجاهي. مستحيل، لأنه قلبي. إياك تقول اسمك. لا تجبريني أقوله لك أنا. طيب بما أنك مضايق وجودي لهي الدرجة، لكن ليش عم تسمح لي أشتغل معكم هون؟ ها؟ اللي